خال انت نمت عنا؟ بنال صباح الخير بالاول. صباح الخير. صباح النور. ايه ما عندك مدرسة؟ اخي ما عم يبعتني. حلو كتير، وانت لقيتها من الله ما هيك؟ نام لشوف مصطفى افندي. نام. عملي لنا بيض الهام. انا بعمله، شلون بتحبي نزان خانو؟ عملي بالجبنة وبسرعة شوي. صباح الخير. صباح النور. قالوا اليوم كمان في قريب بالمدرسة، ما رح يروح بهران. ايه هيك عم بيقولوا، اتصل المدير الصبح. يلا تعال نقعد. صباح الخير ماما. ماما بردوا على صباح الخير بصباح النور. صباح النور. يلا عدو. آغا ممكن دقيقتين؟ شو في يا أشرف؟ رجع اتصل إسماعيل. نفس القصة؟ قل له يجي. حرام الرجال، قال ما له ذنب وميت من قهره. استنى لشوف، خليني أحكي مع سونيا بالأول. ماشي أغا، أنت خليك مفتح عيونك. على عيني وراسي. ابني حطلي على الأخبار لشوف. استنى شوي، عشو مستعجل؟ مصطفى وقد أفادت امرأة من الشبكة بأنها تستخدم في الإيقاع برجال الأعمال. والله الولد بده ترباي من أول وجديد. أوقعت حتى اليوم ب25 رجلا، وخسر أحد الأشخاص بيته وشقتين، وقد تم تثبيت نفس الأخبار للوثائق الموجودة لدي. يلا خلينا وسنعرضها عليكم. وفي المداهمة التي قامت بها شرطة مركز محافظة وان بشكل متزامن على عدة أمكنة في ناحية تشطاي، تم الاستيلاء على 900 كيلو غرام من الهيروين الصافي و100 كيلو مخدرات متنوعة ومواد كيميائية تستخدم في صناعة المورفين والهيروين. وقد تحركت شرطة وان إثر بلاغ وتم اكتشاف مخبر لصناعة المخدرات مع مكان تخزن فيه. وإثر البلاغ الذي تلقته الشرطة مساء أمس، تحركت فورا وألقت القبض على عدد كبير من مهربي المخدرات، وتم التعرف على المقبوض عليهم. هدول مو هن رجال مورا؟ وتبين أن بعضهم ملاحق بجرائم مختلفة، كما تمت مصادرة أسلحة غير مرخصة، وتم تحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى مديرية الأمن وبدأ التحقيق معهم. وبالإضافة للمخدرات، تمت مصادرة 24 قطعة سلاح نوع كلاشينكوف وثمانية مسدسات وقنبلتين يدويتين وكمية كبيرة من الذخيرة. وإن الوضع الذي تم فيه ضبط المخدرات أثناء المداهمة يبين بأنها كانت جاهزة للشحن الفوري. كما سيق 48 شخصا يشتبه أن لهم علاقة بالقضية إلى مديرية أمن وان. وقد أفادت الشرطة بأنها لن تتهاون بمطاردة مهربي المخدرات، وستلاحق ارتباطاتهم في اسطنبول. حبيبي، وأن هناك عمليات مداهمة متعلقة بهذه القضية ستنفذ. دخيله أنا. وبعد أن يتم الحصول على المعلومات من المشتبه بهم، سيتم البحث عن زعماء هذه العصابة الضخمة المتوقعة. شو كان جاي على بالي استأجر لكم بيتهم، بس قعدتكم ببودروم أحسن. سواش شكله رح يجي لهون كل شوي. بصراحة ما بدي أشوف عمر مرة تانية. يلا ماما خلينا نروح، رح يصير وقت الطيارة. اطفي التلفزيون. هي ياسمين بنتي، انت عن جد مصدقة انك بتقدري تستمري بهاي الكذبة؟ اي ماما. وبركي انكشفتي، شو اخرتها؟ الزمن بحل امي. شو بعمل؟ يعني بقول انه هذا الولد ابنك انت؟ لا لا انا خايفة ياسمين، بركي ما مشي الحال وعرف صواش انه هذا الولد ابنه. امي الله يخليكي سكري على هالموضوع. يلا بلا ما نتأخر. خلينا ناخد تاكسي امي، هلأ بتتأخري على شغلك. دخيلك امي لا تهتمي، الشغل مو اهم منكم.
روحي له حبيب قلبي، روحي يا حلو. خدي الشنطاية يا امي. لوين نحن رايحين؟ بولا تسألي لشوف على شو ناوي أغانى سواش. ماني ناوي أعمل شي أبدا أمي. هلأ مين بده يعرف أنه البضاعة لأحمد مورا؟ يمكن مو قلو، بلكي شغلته الوحيدة أنه ينقله وبس. شاهنور خانم، خانم أغا، احكي معي، معي أنا. أنا ما في بيني وبينك حكي. يا أمي لا تتعبي مخك بهالشغلات، ابنك مثل النمر، أنا بحلها، لا تشغلي بالك. أنت خليكي ملكة على العرش. جديه بالشركة. ماشي خان. أغا حكيت مع سونيا؟ هلا عنا مشاكل أهم بكتير من سونيا يا أشرف، في على راسنا بلوة كبيرة.